الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود نهار اليوم طقس صافي في العاصمة عمان مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27 والرطوبة 54%. أما الرياح تكون نشطة السرعة حوالي 32 كيلومتر في الساعة، تكون غربية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا إربد طقس صافي 30 إلى 16، المفرق 31 إلى 17، عجلون 29 إلى 14، وجراج 31 عفوا إلى 15. المنطقة الوسطى البلقاء طقس صافي 30 إلى 17، مأدبة 29 إلى 16، الزرقاء 31 إلى 19، عمان 28 إلى 18، والبحر الميت 36 إلى 23. المنطقة الجنوبية الكرك 26 إلى 17، طفيلة 29 إلى 17، الشوبك 27 إلى 17، معان 30 إلى 18، والعقبة 39 إلى 25. المنطقة الشرقية الأزرق 35 إلى 20، الصفاوي رياح نشطة وأتربة مثارة 35 إلى 18، ورويشد 35 إلى 21. كان هذا كل ما لدينا إلى حد الآن، إلى اللقاء.